ممكن اجل التشيك اوت بتاعي يومين ولو ام في نفس الاوضه لو سمحت. غرفه كام يا فندم؟ غرفه 107. اوكي دقيقه واحده. لطيف قوي الاوتيل. لطيف. لطيف. فعلا لطيف. الباب هنا كمان هايل قوي. ده حقيقي فعلا. انا بسهر فيه كل يوم لحد الفجر. والله؟ رجعنا لكم تاني في عسل ابيض ومعايا جميله جميله جدا دانا ابو زيد. دانا لو عايزين نعرفها هنحتار جدا. عايزه اقول لكم هقدمها يعني مذيعه ولا فاشن ديزاينر ولا ممثله ولا سفيره مصر للسلام في منظمه اليونسكو. يعني بصراحه مواهب ملهاش نهايه. شخصيه واحده جدا وعايزه اقول لكم ان انا دلوقتي في منتهى السعاده ان هي قاعده قدامي وان انا النهارده عندي الفرصه اني اتكلم معاها في كل التفاصيل اللي احنا محتارين فيها. منوراني النهارده يا دانا. شيرين ميرسي جدا ليكي وانا اللي مبسوطه جدا انا معاكي وحلو قوي التقديمه دي بجد. حبيبتي انت تستاهلي اكتر من كده. يا شيرين حبيبتي. الاول عايزه اعرف بقى طبعا انا قدمتك ان انت فعلا متعدده المواهب وانت بتعملي حاجات كتير جدا. ايه اكتر حاجه قريبه لقلبك؟ ايه اكتر حاجه او ايه اكتر لقب انت تقولي لا انا ممثله ولا انا فاشن ديزاينر ولا ايه اكتر حاجه انت تحبي تتعرفي بيه؟ بصي اقول لك في الاول كنت بحب لقب ممثله قوي بس لما دخلت درست في لمواد بيروت في اكاديميه تي 4 سي بقيت حابه موضوع الفاشن اكتر. فعلا انت عملتي فاشن شو بقى في لمواد بيروت؟ لا انا كنت طالبه في لمواد بيروت والصوره اللي كانوا عارضينها دي صوره تخرج في الاكاديميه. انا كنت حابه انا ادرس في موضوع الفاشن. احنا اتعلمنا ازاي الكات ووك الفوتو سيشن ازاي بتصوري اي برودكت فدي ده كان كورس انا واخداه. يعني انا التمثيل ما درستوش. موهبه. اوكي. طبعا كان نفسي يبقى عندي وقت متاح ان انا ادرس ده بس بصراحه يعني ما كانش في تايم للموضوع ده. لكن لما جات لي فرصه ان انا ادرس عن طريق الاكاديميه فلا قلت اوكي لازم اعمل كده. تبقى فرصه حلوه. طب هل بتجهزي مثلا كولكشن هتنزليه قريب تعملي فاشن شو؟ لا انا ما كنتش داخله ديزاينر. داخله ان انا موديل. تمام. انا عشان كده بقولك اتعلمت. طبعا هي كان فيها السكشن لكل حاجه والميك اب ارتست كل الكلام ده بس انا كنت حابه ان انا ابقى على الكات ووك. الله حلو قوي برضه. جدا. ودي اكتر حاجه انت حبيتيها وحابه ان انت تكملي فيها. بالظبط كده. حاجه لطيفه جدا وبعدين موضوع الازياء بتبقى ريليتد لشخصيتك كمان شويه. صح طبعا. فدي حاجه لا حلو. حلو جدا. طب بصي انا عايزه بقى تكلميني اكتر عن المنصب بتاع سفيره مصر للسلام في منظمه اليونسكو. احكي لي عن دورك انت بالاخص. بصي موضوع الادوار لسه غير مفعله. اوكي احنا المفروض بتعمل مقر لمنظمه اليونسكو المفروض يكون هنا في مصر. التخاطب بيتم لينا عن طريق وزاره الخارجيه. تمام. عن طريق مستشار محمد حسن هو اللي بيكون معاه الاسامي بتاعتنا كل الديتيلز عننا. يعني احنا التخاطب مش مباشر معانا. فمفروض ان هي لما بيكون المقر هنا اوريدي المفروض يتعمل السنه دي ان شاء الله هكون ادوارنا بقى مفعله نشوف كل واحد هيقوم بايه. ان شاء الله ان شاء الله. طب انا عايزاكي تكلميني برضو عن برنامج المكيده. انت قدمتيه احكي لي بقى عنه وفكرته والتفاصيل بتاعته. برنامج المكيدة هو انتاج لبناني. كان السنه اللي فاتت متصور في لبنان؟ لا متصور هنا بس طبعا. المنتج لبناني. اوكي. تعاملوا طبعا شركه محترمه جدا و كان اول تعامل بيني وبينهم كنت داخله معاهم خمس حلقات بس. فالمخرج سامح لما يعني لقى الدنيا لطيفه وكده والكاست كله انا متفاهمه معاه فاشتغلت معاهم 40 حلقه لان احنا عاملين 70 حلقه وهم اول مره يبقى في برنامج كاميرا خفيه المفروض ان هو 30. لا ده 70. 70 وهي فكرته جديده شويه ان هي نفس الفكره بتكون يعني كل فكره بتتعمل على 10 ايام بس الضيف مختلف. فعلا. فدي مش زي قوي باين كان فيها سحر لبناني. سحر بجد مش اي كلام كده يعني تعفريت وحاجات يعني دي كان فعلا بيرعب الناس بقى وحاجات تختفي وحاجات بصراحه وحاجات. يعني ده بره اللوكيشن كان بيعمل كده فانا شفت حاجات بعيني غريبه. ياه. فكان الموضوع فيه دراما شويه. كان بصي البرودكشن كان حلو فصارفين على البرنامج كويس فكان مختلف عن باقي برامج الكاميرا الخفيه. حلو جدا. فكان طب ده لطيف جدا معايا. وده اتعرض ولا لسه؟ احنا عرضنا جزء السنه اللي فاتت. تمام. على كذا قناه فضائيه ولسه ماضيين ان شاء الله الجزء الثاني في رمضان اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق. يا رب ان شاء الله. طب نتكلم بقى عن الفن بقى دلوقتي. انت مشاركه في مسلسل الطوفان اللي هو بيتعرض دلوقتي. احكي لي بقى عن دورك فيه. بصي انا داخله فيه ضيفه شرف هو المشهد اللي انت شفتيه دوت. اوكي. انا كان بقالي فتره بعيد عن الدراما. انا اخر حاجه كنت عاملاها ليالي. اوكي كنت عامله 13 حلقه بس ده قبل الثوره. انا كنت بطلت الشغل الناس كلها كنت قلت لها على الموضوع ده. فلما جالي موضوع الطوفان فانا قعدت افكر
طب هو مشهد كبير، طب اعمل ما اعملش، اعمل ما اعملش. فقلت لهم طب هو المشهد مع مين؟ هي مع استاذ احمد زاهر. طب انتاج مين؟ طبعا استاذ ريمون مقار، شركه كبيره يعني. فقلت لا خلاص اوكي انا هروح. ففعلا رحت هناك، والمخرج طبعا استاذ خيري بشاره، فاكيد ما كنتش هقول لا طبعا. طبعا. طب احكي لي بقى عن المشهد اللي كنتوا في الاوتيل اللي احنا شفناه من شويه انت والفنان احمد زاهر، احكي لي عن الكواليس بقى المشهد ده. استاذ احمد زاهر بصي هو حد هادي جدا وما بيتعصبش خالص، ومفيش انا هو كنا سلسين جدا مع بعض. احنا من اول بروفا لا يعني شوطنا حلو جدا يعني، انا وهو كده كنا عاملين ماتش حلو مع بعض. هل ده كان اصعب مشهد ولا كان في مشاهد؟ لا 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 هو ما فيش، لا لا هو بصراحه انا اللي عجبني المشهد معانا اهو، بس هو حد جميل في اللوكيشن و تعامله لطيف يعني. عارفه في فنانين كده بتخشي تقفلي منهم من اول ما تدخلي معاهم. لا بس هو فعلا معروف طبعا بفنه وسمعته طبعا، حد راقي وحد مؤدب جدا ولا لا جميل بصراحه. احكي لي بقى عن الكواليس، يعني عملتوا المشهد ده في وقت قد ايه؟ بصي بصراحه لا المشهد ده احنا عملناه تقريبا في خلال انا وهو لو يعني علينا احنا كنا عملناه يعني هم 10 دقايق مش مشاكل. بس في بقى حد بقى يعدي من ورا الكاميرا، حد السكيورتي عايز يتفرج، فيعني عايز هو ده اللي بيبقى معطل الدنيا يعني. بس طب اطلع بعد تقريبا ساعتين مثلا. فعلا. طب كويس. يعني حلو بالنسبه لده ساعتين. طب تعالي نروح بقى للسينما، في فيلم اللي هو دنيا ودين. دلوقتي هيبقى معانا التريلر، دلوقتي هنشوفه، والتريلر معانا اهو بيقول جاهز. اوكي هنروح على طول نشوف التريلر ونرجع لكم على طول. يا رب يصلح حالك يا بنتي، يا رب يا رب يصلح شر الشيطان ويصلح حالك يا رب. الو دخنة اسمها وضع امك. اقول لك وانت بقى يا ابو كرسي هتمنعني؟ ايوه هتمنعني. طب وريني هتمنعني ازاي؟ انا هوريك همنعك ازاي. ملك الغابه يتحدث. يخرب بيتك. عزتنا اللي خلتك بني ادم كبرناه ورقناه وعلمناه وفي الاخر مش لاقي ابو ظاهر فيكي. كل واحد على حجر ابوه، يعني اللي عليه حاجه قديمه يجيبها. البنت الوحيده اللي طلعت بيها في الدنيا بتعذبني. هو ربنا مش هيهديك ابدا. بعد ما شفنا تريلر بتاع فيلم دنيا ودين معايا الفنانه الجميله دانا ابو زيد. دانا احكي لي بقى عن دورك في الفيلم ده، بصراحه تريلر شيق جدا فعايز اعرف تفاصيل اكتر. هو الفيلم ده قصه حقيقيه، فبس كان قصه ولد. كان قصه ولد بس احنا عملناها بدلناها ببنت. ده طبعا ده اخراج محمد مصطفى بكري. محمد كلمني ان ده عندنا قصه حقيقيه عايزين نعملها، بتتكلم عن المخدرات وعن عقوق الوالدين الاثنين مع بعض. فانا عجبني القصه دي انها يعني بتقول حاجه، لان افلام المهرجانات انت عارفه اولا الممثلين يكونوا شاطرين جدا، لازم يكون فيلم بيقول حاجه. انت بتطلعي بره بمهرجانات بتمثلي بلدك فيها، فلازم يكون فيلم حاجه اكيد طبعا بروفيشنال. فعجبني قوي القصه ان البنت بتموت وانها تضرب مامتها وباباها مسلول، وعجبني مشهد القبر انه هيصور في قبر بجد، فطبعا دي كانت تجربه جديده وحلوه جدا. اي حد كان بيشوف الفيلم كان بيعلق على المشهد ده. طول ما عندك اطول مشاهد دي بس معرفش ما جتش. طب خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل التفاصيل اكتر. هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني مع دانا ابو زيد. ورجعنا لكم تاني، ودلوقتي هستكمل حواري مع الفنانه دانا ابو زيد. وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن دورها في الفيلم الجديد الدنيا والدين. احكي لي بقى يا دانا عن دورك انت تحديدا في الفيلم ده. هي البنت اسمها دنيا، وهي دنيا دي كان ربط بينها وبين الدنيا عموما الحياه. فهي بنت بالظبط بنت منحله، بتيجي متاخر وبتشرب وبقول لك ما فيش اي احترام لابوها ومامتها نهائي، وفي بتضرب ابوها بتضرب امها. ففي عقوق وده موجود في الزمن اللي احنا فيه دوت. بجانب الدراجز فاهمه ازاي؟ فطبعا المخدرات طبعا هي المخدرات طبعا بالظبط يعني دي اكتر حاجه مش يعني مش حاجة هي سبب كل المشاكل اللي احنا فيها. انا بشوف ان اي مشكله في مصر هي سببها الدراجز، قد ايه ان في استهتار وبقى في خلاص. بص اي حد دلوقتي شايف ان هو ظروفه وحشه فبيتجه لفين؟
المخدرات. فانا كان عاجبني فكره الفيلم ان هي كده وانها قصه حقيقيه. بقولك بس انا يعني فنيا انا كان عاجبني ان هو مشهد القبر يعني كفني، يعني غير ان هو الموضوع الاجتماعي بتاعه، لا انا كان عاجبني ده ان ما يتقال ده نزلت قبره وصورت تحته ديالوج كمان كان حلو قوي. نزلتي في قبر حقيقي صورتي فيه؟ نزلنا قبر حقيقي وكل حاجه، صورنا فيه على يومين. آه طبعا بس طبعا كان الصبح ما كانش تجربه مقبضه شويه ده. طبعا جدا جدا عايزه اقول لك، بس طبعا كله بقى كان عمال يضحك في الكواليس عشان ناخد الموضوع يعني لطيف وكده. في برده مشهد الكفن، المشهد ده برده كان صعب جدا. يعني عايزه اقول لك ده على البيج طبعا مدام شادي عبد الحميد، ده كان اول رجوع ليها بعد اعتزالها فعلا، وهي طالعه برده مامتي في الفيلم الثاني اللي هنصوره اللي لسه اقول لك عليه. هي حد جميل بصراحه، استريحوا انتوا في الشغل مع بعض، هي جميله اصلا. طب احكي لي اكتر، مين الفنان او الفنانه اللي نفسك تشتغلي معاه؟ لا نفسي اشتغل مع كل الناس، كل الناس. لا بس يعني اكيد في حد بالذات يعني كتير قوي تقفي مثلا قدامي تقولي ياه لو جيلي بس الفرصه امثل قدام فلان او فلانه. بصي هو طبعا كانت يعني اقصى طموحي انا اوريدي خلاص عملتها، يعني انا الحمد لله اشتغلت مع استاذ عادل امام. فخلاص بالنسبه لي العظيم الزعيم العظيم. بالظبط، فطبعا استاذ عادل امام بالنسبه لي الحمد لله يعني عدى دي كده، فهنقول ده ايه اكسكلوزيف ليه هو. بس انا نفسي جدا اشتغل مع استاذ يحيى الفخراني. اكيد طبعا جدا كان نفسي اشتغل مع الله يرحمه نور الشريف. نفسي اشتغل جدا مع مدام يسرى. نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم، انا شفناها عندها تالنت يجنن بجد، رهيبه يعني فظيعه رهيبة. بجد بحس ان هي من الجيل ده اللي هو مش موضوع موهبه بس، لا البنت بنت مش طبيعيه. صح، دمها خفيف ولذيذه وموهوبه وصوتها يجنن كل حاجه ما شاء الله، فعلا رائعه ومحبوبه من الناس كلها ما شاء الله. جدا جدا انا بستمتع وانا بتفرج على دنيا سمير غانم. دنيا وايمي طبعا الاثنين مع بعض الصراحه. طب ايه الدور اللي نفسك تعمليه؟ يعني احنا كلامنا بقى عن فنانين تحبي تقفي قدامهم، بس نفسك تعملي دور ايه؟ بص انا بميل لاي دور بعيد عن الشكل والشخصيه دي. انا يعني مثلا دنيا ودينا هتلاقي بدون ميك اب بدون اي حاجه. اوكي الفيلم التاني انا المفروض ان شاء الله بعمله دور بنت صعيديه فعلا، في الشعر بقى وكحل بقى وهنعمل كده حلو. الله 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 هتلبسي بقى اللبس بقى ده الفيلم التاني. ده فيلم ان شاء الله اسمه كسر حق. كسر حق، كسر حق، بيتكلم عن الصعيد. مع مين؟ ده المفروض انا برده مدام شادي عبد الحميد، وفيلم قصير اخراج برضو محمد مصطفى بكري. مفروض ان هو بيتكلم عن بعض قرى الصعيد، بعض عشان مش كلهم. كلمه بعض دي عشان نبقى عارفين يعني السكه اللي بنتكلم فيها، عشان الناس بتزعل لما احنا بنعمم. مفيش اي مكان بنعمم فيه اي مشكله انت بتعرضيها في موفي تبقى هي مشكله لشق معين او لطبقه معينه. بس الناس بقى بتيجي تزعل وتصور، فعشان كده قلنا لهم حتى في اول الفيلم عايزين نكتب بعض القرى في الصعيد. الفيلم ان هو اكتشفنا ان احنا لسه البنت في الصعيد لا تورث، مش بيدوها ميراثها بعض القرى. مش كلهم بس مش كلهم لا تورث، اللي مطلقه عندهم الله يكعاهرة، اللي عندهم كده حاجات غريبه احنا اكتشفناها. الولد اللي عامل برضه دور بطوله قدامي اسمه سليم، ده سليم ده دوره في الشخصيه هو من الصعيد من اسيوط. نقول له بقى انت تلبس انت الموضوع كله لو في اي مشاكل. يعني هو بيؤكد ان المشاكل دي موجود برضو في ختان الاناث، ان المفروض ان انا دوري ليلى البنت البطله بتشوف اختها وهي بتتختن وهي صغيره، ده لسه موجود عندهم. فالفيلم بيتكلم على كل المشاكل دي في موضوع واحد. لا شوقتينا شوقتينا، عايزين الفيلم يطلع بسرعه عشان نتفرج عليه. احنا بكره ان شاء الله عندنا 8 الصبح باذن الله التصوير ان شاء الله بالتوفيق. يا دنا دنا انا بشكرك جدا جدا ان انت كنت معانا النهارده، وعايزاكي بقى ترجعي لنا تاني في الاستوديو بعد الفيلم يعني تصوريه ويطلع ونتكلم بقى عنه اكتر ان شاء الله. ميرسي يا شيرين بجد انا انبسطت جدا، والكواليس بصراحه تحفه عندكم يعني صدره جدا. ميرسي يا حبيبتي، بشكرك. ولسه مكملين معاكم عسل ابيض، وعايز اسالكم بقى سؤال، ليه في رجاله مضربه عن الجواز ومش عايزه تتجوز؟ ده بقى حوار فقرتنا اللي جايه انا ونرمين، استنونا.